النهوض بالقطاع الصحي للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد سادة النواب أو السيدات النائبات بطرح السؤال. تفضلوا. تفضل سيدنا. شكرا سيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمين. سيد الوزير، على الرغم من الجهود المبذولة للنهوض بالقطاع الصحي ببلادنا، لا زالت العديد من المناطق تعرف نقصا وخصاصا في الاستشفاء والاستفادة من التطبيب والعلاج. الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل عن التدابير الاستعجالية التي ستتخذونها للنهوض بالقطاع الصحي بمثل هذه المناطق، وشكرا. تفضل سيد الوزير. شكرا السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب المحترمين. غادي نعاود نكرر الإجابة ديالي اللي كتتعلق بأن الورش ديال المنظومة الصحية هو ورش اليوم في طور الإصلاح، والإصلاح ديالو كيرتكز على 4 ديال المحاور: العنصر البشري، الحكمة، النظام المعلوماتي، وتأهيل العرض الصحي. 4. تأهيل العرض الصحي رقمنا به منذ الجائحة، بحيث أن تعززت الطاقة الإيوائية والاستشفائية من 22000 ل 28000، الإنعاش مرينا من 684 سرير إلى 5240 سرير، وكذلك تعزز العرض ديال الفحوصات من 99 سكانر إلى 130 سكانر، والبقية تأتي. لأن في تأهيل العرض الصحي غيتصرف كل سنة مليار درهم لتأهيل البنايات وتأهيلها باش يولي المستشفيات العموميه جدابه وتدخل في منافسه في المستوى ديال العرض الصحي، وهذا في الاطار ديال الاصلاح. الموارد البشريه عندها اختصاص ديالها، الخصوصيه ديالها، وغادي يكون واحد الوظيفه اللي غادي تعطيهم واحد الخصوصيه وواحد التحفيز. الحكمه كذلك تهي في اعداد النظر، بان غادي يكون مجموعات ترابيه صحيه واللي غادي تخدم على خريطه صحيه جهويه في تكامل، بحيث ان حتى الميدان ديال التدريب غادي يشمل جميع الجهات، والموارد البشريه اللي كيعرفوا المستشفيات الجامعيه غتستفد منهم الجهه ككل، وغادي تكون مواكبه ديال التكوين على حسب الخصوصيه ديال الجهه. اذا هذا واحد المنظور جد كامل، خصو واحد شويه ديال الوقت اللي غنخدموا عليه، عادي يبداو الثمرات ديالو. اما اليوم نتلاقاو اليوم نتلاقاو غدا وداك الشيء، غنبدا نعاودوا نفس المسائل الخاصه. الطبيب 222 طبيب ديال الانعاش فين غديرهم؟ هادشي اللي كاين في القطاع العمومي، 485 في القطاع الخصوصي. هل من تعقيب السيد النائب المحترم؟ تفضلوا. بالقطاع الصحي خاصة بالمناطق النائية لا يمكن اختزاله في إجراءات كيفما كانت أثرها المباشرة أو غير المباشرة، بقدر ما هو مرتبط أساسا بإرادة سياسية حقيقية قادرة على ضمان التنزيل السليم لورش الحماية الاجتماعية، بما في ذلك التغطية الصحية الأساسية والقطيعة مع تجربة نظام رميد الذي أبان عن محدوديته في تمكين المغاربة بما فيهم ساكنة العالم القروي والمناطق الجبلية من الولوج الميسر للخدمات الصحية، بما في ذلك إصلاح المنظومة الصحية في شموليتها، بما في ذلك البنى التحتية الاستشفائية، التجهيزات الطبية الضرورية، الأدوية، تعميم دور الولادة، إعادة النظر في المستعجلات حتى تكون في مستوى الإسعافات الأولية، العناية بالأطر الطبية وشبه الطبية وغيرها من متطلبات توسيع قاعدة عرض العلاجات. إن النهوض بالقطاع الصحي لا يمكن أن يحقق الأهداف المتوخاة منه إذا لم يشمل العالم القروي والمناطق الجبلية التي لا زال ساكنتها تعاني من الإهمال والإقصاء في هذا المجال، كما يتجلى ذلك من خلال معاناة المرضى ابتداء من غياب سيارة الإسعاف إلى فقدان الأدوية. وخير مثال على ذلك ساكنة العالم القروي التابعة لعمالة سلا، وأخص بالذكر جماعة سهول وجماعة عامر. السيد الوزير، إننا نسجل بإيجابية حرص الحكومة على الرفع من الميزانية الفرعية لوزارة الصحة كمؤشر على إرادة الحكومة القوية في النهوض بهذا القطاع الاستراتيجي، وكلنا أمل أن تحظى المناطق القروية والجبلية. انتهى التوقيت. السيد النائب المحترم، هل من تعقيب إضافي؟